السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده انا مركز تدريب من الرسيل كابتن. انا لك النهارده طبعا معانا الكلاب. بس طب يا جماعه
الكلاب صحتهم كويسة وبياكلوا ويشربوا وكل حاجة عندهم بيعملوها. انتوا شايفين كده الدنيا نضيفة عندهم. انتوا شايفين كده الدنيا نضيفة. وطبعا كلنا عايزين حد عنده كلب ينضف له ويضربه. والكلب اللي انت عايزه يدخل الحمام انا اقول لك على الخصلة دي. الكلب تربت يا جماعة. طبعا الكلب اللي انت عايزه تدخل الحمام هتعمل ايه؟ هتعمل طرف. الطرف ده هتعمله عشان ايام الحمام هتشيل الحمام بتاعه وتدخله بسرعة الحمام. هيقول ادخل ايام الحمام يشم 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 ايام الحمام جوه. هتشيل الحمام القديم من يرميه واخلي الجديد. اي مرة على مرة مرة على مرة هيعرف بقى. وباي بقى تعملش كده كله حاجة في الجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم حلقات جديدة مع الكلاب الليلوب. باي. بعمل حمشة مشمشة. Thank you.